سبحان الله القدير الأول الأذلي الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور والأعصار ولا يفنيه حدثي الليل والنهار، والذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم، واصطفى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الأنبياء وختم. صلاة وسلاما دائمين عليك سيدي يا رسول الله. قتل الإيمان والإسلام يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عود طيب مبارك مع دستور الأرض والسماء، معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم اتلوه علينا قارئ جمهورية مصر العربية العالم الإسلام والعربي، القارئ المقيم بصروهيت مركز منوف بمحافظة المنوفية، فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم. أسأل الله العلي القدير في عليائه أن يفيض عليه بفيضات القرآن الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يخرج
ذلكم الله فأنى تؤفكون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. الميت من الحي
ذلك تقدير العزيز العليم. إن الله فالق الحق والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ومخرج الميت من الحي إن الآيات لقوم يعلمون.
قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي فأخرجنا منه خضرا قنوان دانية وجنات
لا
صائر من
من أبصر فلنفسه فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم كذلك نصرف الآيات وليكونوا درس ولنبينه لقوم يعلمون عشنا لحظات مع نور الإيمان وتلاها على مسامح حضراتكم قارب مريض مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم قارئ القرآن الكريم والمقيم بالسر وهيد التابعة لمركز ومدينة منوف بمحافظة
تطمئنوا فيا. كان معكم بفضل وبتوفيق من عند الله عز وجل الهندسة الصوتية والإمارة الكهربائية الكاشفة الحديثة ومعرض الفراشة الكبرى المحل الأول بمدينة الباغور إدارة محمد بعرور ومحمد البهيري المقيمين ببي العرب. أيها السادة تقبل الله عزاكم وشكر الله سعيكم جميعا.